اهلا بيكم. متواجدين امام معلم من اهم بل واول معلم في مدينة سانت بطرسبورغ، قلعة يحيط بها النهر من جميع الاتجاهات، لفها الغموض مليئة بالاسرار، وداخلها تنتهي حياة ولي العهد، ولا يومنا هذا لا يعرف السبب. ما السبب وراء موت أليكسي بيتروفيتش؟ شبهة جنائية. ما تيجي نعرف ايه حكاية القلعة دي، قلعة بيترا بافرسكي كريبسكي او قلعة بيتر، قلعة سان بطرسبورغ. يلا بينا. متواجدين الان من على جسر الايفان او يوانسكي موست، الجسر المدخل الرئيسي لقلعة مدينة سان بطرسبورغ او قلعة بيترا بافرسكي كريبسكي. الجسر اطلق عليه اسم ايفان على اسم الامبراطور ايفان الخامس، اخو الامبراطور بطرس الاكبر مؤسس المدينة. ايفان الخامس كان الاخ الاكبر لبطرس، وحكم فترة قصيرة جدا في البداية معاه، وباسمه اتسمى الجسر اللي احنا متواجدين عليه، اللي هو بداية مدخل قلعة بيترا بافلوسكي او قلعة سان بطرسبورغ. الجسر في الاساس كان جسر خشبي متحرك، وبعد كده حاليا دلوقتي جسر ثابت. نبدأ نعرف حكاية القلعة او سبب تأسيس القلعة. كان في البداية حرب الشمال، الحرب التي استمرت لأكثر من 21 عام، او معنى صح هي بدأت 1701 وانتهت في سنة 1721. الحرب دي كانت بين روسيا والسويد. القصة بالمختصر المفيد، الأراضي اللي احنا متواجدين فيها حاليا او اللي موجود فيها المدينة، مدينة سان بطرسبورغ دي، كانت أراضي تتبع ولاية نوفغاروسكي روس. نوفغاروسكي روس دي إمارة من الإمارات الروسية في البداية، اللي حاليا تقع فيها مدينة نوفغارد. كانت أراضي منطقة البيرنيفسكي أو المنطقة اللي احنا فيها دي تتبع ولاية نوفغاروسكي روس. في القرن الـ14 جو السويد بنوا قلعة هنا وسموها لانس كارونا. طبعا الوضع ما عجبش ولاية نوفغاروسكي روس، لأن الأرض أرضيهم، هدموا القلعة. جاء في القرن الـ17 مرة تاني، جاء الشعب السويدي بنوا قلعة هنا سموها قلعة نين شانس، وبنوا جنبها مركز تجاري صغير سموه مركز نين، واحتلوا منطقة البرنيفس. بدأت حرب الشمال اللي هي بدأت 1701. في 1703 بقيادة بطرس الأكبر، الإمبراطور بطرس الأكبر، وميخائيل شيريميتوف قائد الجيش، تم استرجاع منطقة البرينيفس. بطرس الأكبر ابتدى يفكر يبني المدينة بتاعته ويبني قلعة حربية. في وقت استرجاع الأراضي، أراضي البرينيفسكي أو بمعنى صح استرجاع جزء منها، لأن الأراضي كلها استرجعت في 1721 بعد انتهاء معاهدة السلام اللي حصلت ما بين السويد وروسيا. في الوقت ده بطرس الأكبر فكر طب في حل دلوقتي، يا إما نستعمل قلعة نين شانس، القلعة اللي هي كان بنوها السويد، أو نبني قلعة جديدة. واستقر على رأي إن هو يبني قلعة جديدة، قلعة سداسية الشكل، على شكل نجمة سداسية مبنية على جزيرة من 6 حصون، كل حصن خماسي الشكل. قلعة سانت بطرسبورغ أو بيترا بافلسك كريبستي اللي متواجدين بداخلها الآن، على جزيرة الإنصار أو جزيرة الأرانب، زيسب أورستراف أو جزيرة الأرانب، الاسم مضحك شوية. ليومنا هذا مفيش سبب معين لهذه التسمية،
بس من ضمن الروايات اللي بتحكى اني بطرس الاكبر لما كان بيبحث عن مكان يبني فيه القلعة بتاعته على الجزيرة، الحذاء بتاعه وقع في النهر وقت الفيضان، وفي كان أرنب كثير، فجاء أرنب والتقط الحذاء وداه لبطرس الأكبر، ومن هنا أطلق عليها جزيرة الأرانب. ليه اختاروا المكان ده بالذات؟ جزيرة في البحر أو في نهر النيفا. السبب الرئيسي ليها إن الجزيرة ما بين مصبين للنهر النيفا، مصب كبير ومصب صغير، النهر النيفا بيتفرع على مصبين في المنطقة دي في الجزيرة، فكده هنا المياه بتحوط الجزيرة من كل ناحية، فكان أنسب مكان لبناء القلعة، لأن هيبقى المرمى البصر أو بمعنى أصح الرؤية هتبقى واضحة من جميع الجهات. صعب ان العدو يضرب الجزيرة او يحتلها او بمعنى صح القلعة، فقرر يبني القلعة هنا. بطرس خد حربة من جندي وقال انا هنا هبدأ ابني قلعتي ومدينتي، ومن هنا بدأت بداية قلعة سان بطرسبورغ. القلعة معمولة من 6 حصون، الحصون كل حصن منهم على اسم قائد من المساعدين بتاع بطرس الأكبر، والحصن الرئيسي على اسم الجسدار. الجسدار يعني صاحب السيادة اللي هو مقصود به بطرس الأكبر، وبقية الحصون على اسم المساعدين بتوعه. مثلا عندنا حصن منشكاف، زوطف، تربسكوي، 6 حصون. في 1706 ابتدى البناء بالحجر، 1730 اتعمل الرافلين، اتعمل 2 رافلين. ايه هو الرافلين؟ الرافلين ده عبارة عن شكل مثلث ناقص ضلع، حصن اضافي في المقدمة وفي المؤخرة او في الشمال وفي الغرب. ممكن نشوفه اوضح على الخريطة، وامامنا خريطة توضيحية. ده اللي هو رافلين شكل مثلث، واحد في الشمال وواحد من الغرب. دول اللي اتبنوا سنة 1730 في عهد الامبراطورة أنا إيفانا، اتسموا باسم رافلين إيفانيفسكي إي ألكسيفسكي. إيفانيفسكي أطلق اسم عليه إيفانيفسكي ذكرى لوالدها إيفان، ألكسيفسكي ذكرى لاسم جدها أليكسي ميخايلوفيتش رامانوف اللي هو أبو إيفان وأبو بطرس الأكبر. ودي 6 حصون بينهم بتوصل ستائر حوائطية يطلق عليها الكازيمات، وهنا الكرومفرينج. كرومفرينج اللي هو التاج أو الكورونا اللي هو كان هنا من برا، هنلاحظ فيه الكورنيش النابرجة، وده كان زي حصن كرومفرينج اضافي بيحمي ال6 حصون من الخارج، بحيث كده هنا القلعة ممتدة على الجزيرة حاططها الماء من جميع الجهات، والكورنيش من بره اللي بيفصل الطريق. الناحية التانية في حصن الكرومفرينج اللي هو حاليا متحف ترسانة المدفعية او الاسلحة الثقيلة الكرية. نحن الان متواجدين على كونفرينسكي نابرجنا او كورنيش الكونفرينسكي، بنتجه في اتجاه الى مدخل القلعة. طبعا زي ما شايفين حضراتكم هنا المراكب في الصيف، الرحلات الصيفية تتجه في داخل النيفا وبالقنوات الصغيرة اللي تتخلل النيفا. النيفا المقصود بها نهر النيفا اللي يقطع مدينة سان بطرسبورغ. لسه متواجدين من على الإيفانيفسكي موست أو جسر الإيفان، وبنشوف في النهر الأرنب أرساني. الأرنب أرساني ده حديث معمول حديث، وفي هنا رواية أو أسطورة بتقول اللي بيرمي العملة الفضية وبتيجي على الأرنب
بتتحقق الأمنية اللي بيتمناها. وده الشاطئ، القلعة على الجزيرة. طبعا في الحر هنا في الصيف الناس بتيجي تقعد تتشمس. ودي المراكب اللي بتعمل جولات نهرية داخل نهر النيفا والقنوات الصغيرة والمتعددة من النيل، من أجمل الرحلات النهرية اللي بتتعمل في نهر النيفا. بنتجه الى داخل القلعة، وبتلاحظوا حضراتكم هنا دي بوابة ايفان او يوانسكي، وده المدخل الرئيسي اللي هو مدخل ايفانسكي بارودا او مدخل بوابة يوان. وبنتجه داخل القلعة. احنا كده بالظبط متواجدين يعتبر على الايفانيفسكي رافلين. طبعا في مدخل القلعة هنلاقي تماثيل الأرانب موجودة في كل مكان. بالطبع ما هي جزيرة الأرانب. دول على فكرة قرايب الأرنب أرسيني، فاكرينه الأرنب أرسيني اللي كان واقف بره على النهر. في البداية خالص اتقدم لبطرس الأكبر مشروعين للبناء. مشروع على يد المهندس الفرنسي الأصلي جوزيف جاسبير لامبير أو جوزيف لامبير، والمشروع الثاني على يد المهندس الساكسوني الأصل أدام بلجام. تم اختيار مشروع جاسبير لأنه كان الأسرع والأفضل، لأن وقت الحرب وكان لازم يتم البناء بسرعة. القلعة في البداية اتبنت من الطين والخشب، أو معنى صح من الطوب اللبن والخشب، لكن مع 1706 بداية 1706 ابتدى البناء من الحجر على يد المهندس الإيطالي السويسري الأصل دومينيكان تريزيني. وهنا بنشاهد البتروفسكي فارودا أو فارودا بتراء، أو بمعنى أصح مدخل بوابة بيتر. حاليا احنا متواجدين أمام بوابة بيتر أو بتروفسكي فارودا، أول بوابة من الحجر تتبني في مدينة سان بطرسبرغ. البوابة في البداية اتبنت من الخشب في 1708، في 1718 اتبنت من الحجر على يد المهندس الإيطالي السويسري الأصل دومينيكات ريزيني. البوابة واخدة ستايل فن الباروكا، البتروفسكي باروكا أو الباروكا في عصر الإمبراطور بطرس. على البوابة بنشاهد في المنتصف شعار الإمبراطورية الروسية اللي قدام حضراتكم ده، وبيزن 1096 كيلو جرام، يعني أكتر من طن. الشعار على يد المهندس الفرنسي فرانسوا لاسو. بنشاهد في الشعار نسر ذات رأسين، وعلى أو في المنتصف يوجد أيقونة سان جورج أو شهيد جورج اللي هو حامي الإمبراطورية الروسية. قصة النسر ذات الرأسين دي لو لاحظنا أو رجعنا بالتاريخ لورا شوية، ده كان نفس شعار الإمبراطورية البيزنطية، بما ان روسيا بتعتبر نفسها الوريث الشرعي للإمبراطورية البيزنطية فاحتفظت بنفس شعار الإمبراطورية البيزنطية كشعار لها. وعلى الشمال واليمين بنلاحظ في تمثالين، فانيرا وبيلونا. فانيرا اللي هي في ايدها المراية والثعبان، ده رمز الحكمة، وبيلونا رمز الشجاعة. دي بتعني ايه؟ بتعني ان الامبراطور بطرس يمتاز بالحكمة والشجاعة. وبنشاهد اعلى البوابة في الاعلى خالص في منحوتة، مش عارف الكاميرا من جايبها كويس للأسف، عبارة عن قصة احكي لكم قصتها، او قصة المنحوتة دي عبارة عن متاخدة من الانجيل من العهد الجديد، قصة بطرس الرسول والساحر سيمون.
كان في ساحر سيمون بيستعمل السحر، وبالسحر بيطير في الهواء. فبطرس الرسول بإيمانه وصلاته ركع على الحجر وصلى، فسقط سيمون من أعلى على الأرض وتكسر. دي برضو بتعني إيه؟ زي ما قلنا إحنا في وقت حرب 1703، بداية بناء القلعة، البوابة مبنية زي ما قلنا في البداية 1708 والحجرية 1718. فهنا بطرس الرسول بيرمز إلى الإمبراطور بطرس الأكبر، وسيمون الساحر ده بيرمز إلى كارل 12 اللي هو كارول أو ملك السويد. ده يعني إن إحنا معانا بطرس القديس بطرس ومعانا الإمبراطور بطرس، وهنفوز على السويد. وده اللي تم بالفعل طبعا في 1721، اتعملت معاهدة سلام وانتهت الحرب، حرب الشمال. يلا بينا نتجه داخل القلعة من مدخل أو من بوابة البتروفسكي فارودا، بوابة بيتر. بحاول أجيب لحضراتكم المنحوتة بتاعت بطرس وسيمون، بس للأسف الإضاءة عاملة عاكس فمش عارف أظبطها كويس. حاول أنزل لكم ليها صورة لوحديها. ودي بلونة، آلهة بلونة رمز الشجاعة، ودي الآلهة مينيرفا رمز الحكمة، ودي من الخصائص أو من الصفات اللي بيمتاز بيها الإمبراطور بطرس الأكبر مؤسس مدينة سان بطرسبرغ. في حاجة تاني، كان في سبب رئيسي لتأسيس أو اختيار هذا المكان، إن احنا بطرس قعد فترة كبيرة في هولندا وتعلم بناء السفن، حتى كان بيتخفف لبس جندي أو بحري عادي عشان يتعلم بناء السفن الحربية، وخد فترة برضو زار فرنسا، فحب يأسس أول اسطول بحري. ومن هنا تم اختيار المدينة لتأسيس المكان اللي يكون تأسيس اسطول بحري ويكون نافذة على أوروبا، لأن هنا المدينة تعتبر نافذة على أوروبا، أقرب مكان لأوروبا. هذا الكادر أوضح شوية، زي ما شايفين حضراتكم فوق، ده اللي فوق خالص سيمون الساحر، و راكع بطرس الرسول على الأرض وبيصلي، وسيمون الساحر بيهوى أرضا، وده شعار الإمبراطورية الروسية النسر ذات الرأسين. يلا بينا نكمل بقية جولتنا داخل القلعة. احنا في منتصف المدخل الرئيسي للقلعة. كان هنا في البداية أيام بطرس الأكبر عبارة عن قناة مائية، لأن حفروا قناة في المنتصف للاستعمال، تبقى سهل التنقل عليها، عند ينقلوا عليها المون لبناء القلعة بالداخل. وفي نفس الوقت لا قدر الله لو الحرب وصلت لداخل القلعة مش هيحتاجوا المية، هيبقى فيه مية للشرب. المبنى الرمادي اللي قدام حضراتكم ده كان مخزن للأسلحة أو للترسانة الأسلحة المدفعية، وده على ما أعتقد يعني كبير عائلة الأرانب في القلعة، الرأس الكبيرة زي ما بيقولوا كده. يلا بينا نشوف تمثال بطرس الأكبر. واحنا حاليا متواجدين امام تمثال الامبراطور بطرس الاكبر، تمثال عمله النحات المعاصر ميخائيل شماكن في سنة 1991، هدية لقلعة بطرس الاكبر او بيترا بافلسك كريبستي، بمناسبة تغيير اسم المدينة لاسمها الاصلي من لينينجراد الى مدينة سان بطرسبرغ. التمثال اللي قدام حضراتكم هو فعلا ده الحجم الطبيعي لبطرس الأكبر، كان يمتاز بالطول الفارع، كان طوله 2 متر و4 سنتي. وفي الخلف مبنى الأوبرا
او الاوبرا الحربيه، يعني بداخل القلعه كان في افيسيرسكي اوبرا او اوبرا خاصه بالضباط والعساكر اللي بالقلعه. هذا هو بطرس الاعظم او بطرس الكبير. الراس، شكل الراس بتاعته متاخده في حياته، اتعمل له ماسك على يد النحات ستريلي، فشماكن خد نفس النحت وكمل عليه بقيه التمثال. هنا بنشاهد برضو بعض البيوت. سبب البيوت دي ان لما بدا المدينه ابتدى يبني القلعه، عمل في المدينة نظام أبيكت أو مشاريع للبيوت اللي هتبقى في المدينة، فعمل بيوت للأغنياء، بيوت للصفوة اللي في المدينة وللأثرياء، ونفس البيوت اللي لقائد القلعة. هنقرب دلوقتي من بيت قائد القلعة أو الكمندان. وكده احنا بنتجه هنا، لسه بنكمل في المدخل الرئيسي خلف الكدرائية، كدرائية القديس بطرس وبولس اللي على اسمها سمت القلعة بترابافلسكي كريبستي. اللي قدامنا ده المانيتنا فور او مبنى سك العملة، هنقرب دلوقتي جنبيه. في حاجة تاني نشوفها مع بعض. اللي قدام حضراتكم دي مدافن الكمندان او قادة القلعة، يوجد بالضبط داخل القلعة 12 مدفن للكمندان او الحكام والقادة بتوع القلعة. واللي امام حضرتنا المبنى اللي من دورين ده مبنى او منزل الكمندان، منزل قائد القلعة. زي ما قلنا كان بيبدأ يبني المدينة، فكان لازم يعمل مشروع المباني هتبقى شكلها ايه في المدينة، فكل المباني او البيوت اللي اتصممت داخل القلعة كان ده الستايل اللي المفروض تتنفذ عليه المدينة من الخارج. انتظرونا في الجزء الثاني نكمل بقية جولتنا ونشاهد بقية معالم القلعة ونعمل بانوراما من أعلى سطح القلعة لأهم معالم المدينة، ونشاهد معبد الطائرات الخاص بالقلعة وبانورامة السجن الحربي والمغسلة وبيت المركب ومبنى سك العملة. تزورونا، شكرا ليكم.